في عناوين النشرة بعد الشهادات الرسمية، أبو صعب يحلحل أزمة الجامعة اللبنانية. المشاركة من قبل الأساتذة المتعاقدين بكل أعمال الامتحانات. لبنان ينعل المونديال على شاشته الرسمية. ما بدهم يعطوا حصرية لتلفزيون لبنان نقل مباراة كأس العالم. برازيل محمصة وفرنسا مشروحة لو سمحت. حبينا ندخل تراثنا بالمونديال حتى لو ما وصلنا للمونديال. الخلاف على العمامة يبرم النار في الدار مجددا. استمرار هذه الاندفاع نحو المعركة معه ما هي إلا تحقيقا لأهداف تطال دار الفتوى تحديدا. حلم الأكراد بكركوك يتحقق وداعش تقارب بغداد. وفي النشرة خريف الثورات بالصوت والصورة. عن أي ربيع بغني، عن أي ربيع بقول، هالناس اللي عم تسقط هني أبري يومين المسؤول. مساء الخير. لا خبر يعلو على هدير الكرة، وابتداء من الليلة فإن الكرة الأرضية ستحدد مكان إقامتها في البرازيل، موطئ أهل القدم. من ساو باولو افتتحت أولى المباريات بين البلد المضيف وكرواتيا، مسبوقة باحتفال على مستوى الحدث، ليخطف المونديال بعد ذلك أنفاس العالم، ويتلهون عن أي تسلل سياسي مخالف للقانون، ويتركون ضربات الجزاء السياسية لصناعها في الميدان. شغف اللعب سيطغى على صوت الحرب التي تدور رحاها في بلدين إقليميين على الأقل، سوريا والعراق. وهناك وصل الموصل إلى الرقة، وبدأ تنظيم داعش إزالة السواتر الترابية الفاصلة بين دولته الموعودة، وهدم حدود سايكس بيكو فألحق نينوى بالحسكة. أخطر ما في الزحف الداعشي وعد بغداد والنداء الذي أطلقه الناطق باسم الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني، داعيا قواته إلى التوجه نحو العاصمة. وإذا ما استكمل الزحف نحو كربلاء والنجف فسيبحر العراق مرة أخرى في حرب طائفية تدخل على خطها إيران عسكريا لحماية مراقد أهل البيت الشيعي. فأي مشهد ينتظره العراق؟ وخريطته تقول منذ الآن إن حدوده فتحت على الإرهاب، بحيث تمكن تنظيم داعش من مجاورة سوريا وتركيا والكويت وإيران والسعودية والأردن، ولن يكون أي بلد في مأمن من خطر الدولة ذات الراية السوداء. وقد لا يحتاج داعش إلى تمويل إضافي كان يأتيه من بعض هذه الدول، بعدما أصبح يتكل على نفسه ويحتل مصارف ومصافي نفط ويغنم السلاح والعتاد من المؤسسة العسكرية العراقية، لا بل وينقل ما يفيض عنه إلى سوريا. هي بداية إعلان الولاية، فأين ستقف أمريكا التي عرضت ضربات جوية؟ وما دور إيران التي وعدت بالتدخل في الوقت المناسب؟ وكيف ستتحرك تركيا وهي التي رعت وكبرت الدولة السوداء وفتحت لها فروعا على أراضيها؟ أول غيث هذه الأسئلة جاء من البيت الأبيض بإعلان باراك أوباما تحركات عسكرية قصيرة المدى وفورية ينبغي تنفيذها في العراق، وقال إن المسؤولين الأمريكيين يبحثون في كل الخيارات، وعسى ألا يكون الرئيس الأمريكي قد استنسخ تصريحا من أرشيف الضربات المماثلة التي كان سيوجهها إلى سوريا، فيسدد ضربة حرة مباشرة تصيب الأمريكيين أنفسهم من تحت الخاصرة. تماما كما أوجد حلا لأزمة الامتحانات الرسمية، توصل وزير التربية الياس بو صعب إلى اتفاق مع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية يقضي بعودة الدروس إلى الجامعة ومشاركة المتعاقدين في الامتحانات وتعليق نتائج الامتحانات حتى إقرار التفرغ وتعيين عمداء. ابتداء من يوم غد تستأنف الدروس بكافة
الكليات بالجامعة اللبنانية والتعويض عن الأيام اللي كان فيها أضراب عند الحاجة. 2. المشاركة من قبل الأساتذة المتعاقدين بكل أعمال الامتحانات عن طريق الأسئلة. 3. تعليق إصدار النتائج لحين إقرار هالملفين بمجلس الوزراء، وإن شاء الله بتكون هالشغلة قبل أسبوعين. في الرياضة، انطلقت تصفيات كأس العالم في البرازيل. لبنان يتابع المونديال وكأنه في ساو باولو. باسل العريضي من الحمرة ينقل لنا الأجواء. باسل، مساء الخير. بعد التعادل، بعد التعادل 1-1 بين البرازيل وكرواتيا، كيف الأجواء؟ كيف معنويات مشجعي الفريق البرازيلي بلبنان؟ يعني جورج، هذا الهدف التعادل حصل منذ دقائق قليلة، رفعت الهيصات في الحمرة وفي الكافيات المنتشرة على طول الطريق هنا في شارع الحمرة الرئيسي. فرحا بهذا التعادل، كانوا يتوقعون فوز، لكن هذا التعادل أعاد لهم بعض المعنويات التي خسروها في بداية هذه المباراة. جورج، كما تشاهد يعني المقاهي هنا امتلأت بالجمهور، بالناس الذين يتابعون هذه المباراة. طبعا يعني بعد الجو الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي أتعب الناس، ربما يأتي المونديال اليوم هو بمثابة بريك لهم، ربما كل 4 سنوات هذا البريك من السياسة ومن غيره. لكن مع الأسف مش كل اللبنانيين عم فين يتابعوا اليوم هذه المباراة. جورج، نظرا طبعا نعرف كل التفاصيل اللي أخذتها في اليومين الماضيين بشكل سريع جدا. جورج، مش حطول لا على الجمهور، لا على الجمهور ولا عليك، الكل عم يتابع هيدي الجيم. هحاول اخذ بعض اراء بعض الناس بشكل سريع. يعطيك العافيه. اهلا. تعادل 1-1. نعم. في شيء في الجيم لحديث هلا؟ والله الجيم رائع، احلى شيء هلا برات السياسه، برات كل شيء، مبسوطين والفريقين عم يلعبوا حلو، ونحن هلا بجو تاني كليا، ومثل ما شايف كل العالم مبسوطين وعايشين من رياضه حلوه بصراحه يعني. ويا ريت كانوا التلفزيونات الارضيه نقلوها كمان، وان شاء الله يعني بكره بتنحل القصه وبينقلوها للشعب كله يعني. يا هلا. اذا جورج، هذا اراء احد المتابعين لهذه المباريات. اشاره جورج الى ان هناك عديد كبير من الناس الذين تجمهروا امام على الرصيف وعلى جانب الطريق في المقاهي لمتابعه هذه المباراه، نظرا لربما الظروف الاجتماعيه لا تسمح لهم بالدخول الى هذه المقاهي، وطبعا هناك تكلفه ماديه ايضا الى انهم غير قادرين على متابعه هذه المباراه من منازلهم نظرا لهذا الاحتكار للمباراه ومنع تلفزيون لبنان من نقل هذه المباراه على الحد الادنى في على المحطات الارضيه حتى يتمكن جميع اللبنانيين من متابعه هذه المباراه وهذا الاستحقاق العالمي الرياضي. نعم، شكرا لك باسل العريضي، اذا كنت معنا مباشره من شارع الحمراء في بيروت. هل رفض العرض اللبناني لنقل كأس العالم في لبنان رفضا نهائيا؟ تقرير جاد غصن. ما إن صدر القرار القطري القاضي برفض اقتراح بث كأس العالم في لبنان عبر التلفزيون الرسمي، حتى انطلقت شائعات تقول إن القرار غير نهائي وإن هناك مفاجآت قد تعلن بعد بيع شركة سما اشتراكاتها. وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ينفي الشائعات ويروي تفاصيل انتهاء مفاوضة الجهة القطرية. امبارح بعثوا لي ميل إنه ما عدا الموافقة، وكمان امبارح عشية حكاني الوزير الداخلية إنه وعدوا رئيس الحكومة القطرية بالمساعدة بهذا الموضوع. وعلى اساس جبت لي خبر اليوم، عرفت اليوم انه النتيجه سلبيه، ورجعوا اليوم بعثوا لي انا وجلسه مجلس الوزراء ميل اكدوا لي فيه انه ما بدهم يعطوا حصريه لتلفزيون لبنان نقل مباريات كاس العالم. وهكذا كان الحناوي رد على القائلين إن الدولة اللبنانية شحذت النقل، مؤكدا أن الجهة اللبنانية عرضت شراء نقل المباريات لقاء مبلغ نقدي. أنا طلبت من بالميل تبعي وبالتنسيق مع وزير الإعلام ومع قرار المجلسي إنه أنتوا عطونا الأوفر، شو بدكم لندفع؟ كان الجواب سلبي. أكثر من هيك لضفلة، كان بصورة متوازية، كنت على اتصال أنا وزير الاتصالات، كان عم يتصل بالاتصالات وزارة الاتصالات بقطر، كان بده يدفع مبلغ مرقوم للبي ان لاخذ حصرية نقل المباريات كأس العالم بتلفزيون لبنان، لكنهم كانوا كمان سلبيين مع وزير الاتصالات. وبذلك ننعى اليكم الكأس الغالية من دون احزان مبالغ فيها، فليس بكأس العالم وحدها يحيا الانسان. جاد غصن، قناة الجديد. المونديال في لبنان بطعم المناقيش.
ألعاب تنموية. من حرب الأعلام في المونديال إلى حرب المناقيش، هنا في الضاحية الجنوبية لبيروت قرر علي أن يحول المنقوشة في هذا الشهر إلى منقوشة بألوان الفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، أحمر أبيض أزرق. علم فرنسا بات لقمة سائغة لهذه السيدة التي قررت إخراج فرنسا باكرا من المونديال، فكان لها ما أرادت على الأقل عبر منقوشة جبنة فريدة من نوعها. كيف الطعم؟ علي بدأ متحمسا جدا للمشروع، معتبرا أن الهدف منه ليس ماديا بقدر ما هو حماسة للمونديال، ومن هنا جاءت الفكرة. هيدي من خلطة أعشاب، تيجي من أعشاب طبيعية، هيدي خاصة للمأكولات. طبعا احنا استخدمناها هيدي على أساس نعطي نكهة للمنقوشة اللبنانية، قد ما عنا نحن حماس عنا بلبنان ومنعيش المونديال من صغيرنا لكبيرنا، حبينا ندخل تراثنا بالمونديال حتى لو ما وصلنا للمونديال، وان شاء الله منقوشتنا حتوصل للمونديال. ولكن ما هي المناقيش الاكثر طلبا، البرازيل مشطاح ام المانيا مشروحه؟ هو اكثر شيء عندك البرازيل، وبعد منه بيجيك المانيا، يعني هو اكثر، واسبانيا فيها ثلاثه عليهم طلب. وبعد ما تبلش المباراه ببلش يزيد الحماس على فريق حسب اللعب. يعني حمى المونديال المنتشره في كل مكان يبدو انها لن تعرف طريقها الى النهايه الا مع صافره الحكم الاخيره. العالم يرحب بالمونديال، البرازيل بين التحدي الكروي لاستعاده عرش العالم وتضخم اقتصادي هائل، واللبنانيون يوزعون ولاءاتهم بعيدا من الوطن. على الأكيد حتكون برازيلية بامتياز، بس بصراحة ما بعرف إذا حنحضر. مع البرازيل. أنا بتمنى الأرجنتين لأنه دفاعهم عاطي جدا. برازيل، يعني مش إنه برازيل بعدين إسبانيا، برازيل برازيل للآخر. مع ألمانيا، وهالمرة المرة الرابعة رح تكون إن شاء الله. أكيد مع ألمانيا. بدي سؤال أنا. برازيل. برازيل برازيل ثم برازيل ثم برازيل. برازيل أكيد. مع البرازيل. المانيا ان شاء الله بنحط 10. ويا برازيل. برازيل. ايطاليا. المانيا. برازيل طبعا. المانيا. المانيا للعدم، وبتزقزق وبنفقس وبكسر وما بحضر بكفيت حتى ما فل معصر. عينة من الآراء المتضاربة تعكس مدى الشغف الذي يترافق مع انطلاق كأس العالم، البطولة الأكثر جماهيرية، وسط تساؤلات بعضها يهم الجمهور كالبطل المقبل، وجلها لا يعنيه كالوحول التي غرق فيها البلد المضيف. الكلفة الباهظة لتطوير واستحداث الملاعب وتعزيز البنى التحتية وتوفير الأمن في ظل التضخم الاقتصادي الهائل والارتفاع المجنون في أسعار المواد الاستهلاكية والعقارات وما نتج عنه من تظاهرات يخشى أن تنفجر أثناء المونديال. الأمل الوحيد يبقى في رؤية الثورة الاقتصادية التي بدأها الرئيس السابق لولا دي سيلفا، الذي آمن بقدرة البرازيل على تحقيق أرباح تناهز 11 مليار دولار، ما يشكل 4 أضعاف ما حققه مونديال جنوب أفريقيا. فنيا المفاجآت واردة، لأن الإرهاق طال الكبار بعد مواسم محلية وقارية صاخبة، لكن حامل اللقب لن يكون على الأرجح من خارج التوقعات. طبيعة المنطقة اللي هي البرازيل، الطبيعة والتوقيت والعوامل والصعوبات وموضوع التأس، كل هذه عوامل بتأثر. لا شك يمكن المفروض أنه الإسبان والطليان بمسابقة كأس القارات إذا عرفوا استفادوا من التجربة السابقة ممكن يكونوا عندهم أفضلية على مستوى أوروبا، ويبقى المرشحين هن فرق أمريكا الجنوبية لأنه عم تنعمل بأمريكا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين يبقوا مرشحين، والألمان برأيي هن أفضل فريق حالياً على المستوى المنظومة الدفاعية والهجومية بالتكامل، وهذا الجيل أصبح الألماني يستحق أنه يأخذ بطولة. أنا متعاطف جدا مع ميسي، بتمنى أنه يتوفق. المونديال حل في لبنان ضياعا بين بيان سبور وسما وتلفزيون لبنان، ووعودا كلامية من السياسيين، وبين المقاهي المتحفزة لرفع الأسعار، وكالعادة انفجر على شكل تحزبات لولاءات خارجية تترقب انتصارات وهمية قد لا تأتي. البرازيل تكفر إيطاليا، والمسيح يرتدي قميص بالوتيلي.
كغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، حدث موقع تويتر صفحاته حين أدرج جداول مباريات كأس العالم، وخصص صفحة لمتابعة آخر الأخبار المتعلقة بهذا الحدث العالمي مع خاصية مشاهدة صفحات الفرق وأخبارها. ثارت ثائرة الكنيسة الكاثوليكية في البرازيل بسبب ما رأت أنه إعلان كافر أطلقه التلفزيون الإيطالي الرسمي، وفيه يرتدي السيد المسيح من على تمثاله الشهير في ريو دي جانيرو قميص الفريق الإيطالي الأزرق، وتحديداً ذلك العائد إلى اللاعب بالوتيلي. في حين غرد بابا الفاتيكان فرانسيس على موقع تويتر قائلاً: أتمنى للجميع كأس عالم رائعة، العبوا بروح الأخوة الحقيقية. موقع الجديد دوت تي في جمع في فكرة واحدة السيلفي وحمى المونديال، حيث سيجري عرض صور منتقات من تطبيق إنستغرام لجمهور مباريات كأس العالم في لبنان على صفحته الرئيسة. لذا لا تنسوا أن ترفقوا صوركم على إنستغرام خلال المونديال مع هاشتاغ إنستا مونديال. توسيع الهيئة الناخبة ودعوتها من قبل المدير العام للأوقاف الإسلامية إلى انتخاب مفت جديد للجمهورية في نهاية آب المقبل قابلهما المجلس الشرعي الأعلى الذي يرأسه الوزير السابق عمر مسقاوي بالرفض والطلب من رئيس الحكومة تحديد موعد آخر. صراع دار الفتوى بين المجلسين الشرعيين عاد إلى الواجهة مجددا مع دعوة الهيئات الناخبة إلى انتخاب مفت جديد في 31 من آب المقبل بعد تعديل القانون الشرعي وتوسيع الهيئة الناخبة وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل عام 96، وبات تشمل نحو 2000 شخص بدلا من حصرها في نحو 110 أشخاص. والدعوة إلى الانتخابات بعد تعديلات دار الفتوى باتت في عهدة مدير الأوقاف بدلا من رئيس الحكومة، وهي خطوة لا يمكن أن تقابل باعتراض قانوني على اعتبار أن الدعوة صادرة عن موظف في دار الفتوى لا عن المجلس الشرعي المطعون في شرعيته. الخطوة هذه لقت أيضا دعما واستجابة من عدد من رجال الدين والمفتين الذين تقاطروا على دار الإفتاء. إن القرار الذي اتخذ هو قرار بإلغاء التعديل الذي حصل سنة 96 الذي قلص العدد الهيئة الناخبة من 2200 تقريبا إلى 112، وإن هذا القرار هو قرار قد تجاوز حدود احترام الانتظام العام الذي يهدف إليه المشرع، لأن الذي صدر مؤخرا هو قرار بإعلان بطلان هذا التعديل لعدم انطباقه على الانتظام العام، ما لا يحق لأي مرجع منتخب أن يمنع قسم من الذين انتخبوه أن يعودوا ويمارسوا هذا الحق، لا يملك هذا الحق، فالوكيل لا يستطيع التنازل عن حقوق موكله. في المقابل عقد المجلس الشرعي الآخر برئاسة الوزير السابق عمر مسقاوي اجتماعا في مقره المؤقت في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في مسجد محمد الأمين، وصدر بيان عن المجتمعين رأوا فيه أنهم الممثلون الشرعيون استنادا إلى قرارات مجلس الشورى، وبناء عليه رأى البيان أن كل ما يصدر عن المفتي والمجلس الشرعي الذي يرأسه عديم القيمة والوجود، مستبعدا أن ينتهي الأمر بوجود مفتيين. يطلب المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى إلى دولة الرئيس الأستاذ تمام سلام بصفته رئيسا لمجلس الانتخاب الإسلامي دعوة المجلس بأقصى سرعة ممكنة لانتخاب مفت للجمهورية اللبنانية وفقا للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 1855 للأسباب والمعطيات الخطيرة درءا للفتنة ووفقا للأصول القانونية. وتصويبا لهذا السجال كان موقف من رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رأى فيه أن قرار توسيع الهيئة الناخبة قرار صائب ويسمح باختيار الشخصية صاحبة السيرة الحسنة من ذوي الكفاءة لشغل منصب مفت جديد للجمهورية، داعيا إلى سحب السجالات والانفعالات الدائرة في وسائل الإعلام وإلى العمل لرأب الصدع لضمان وحدة الصف الإسلامي. الجلسة الثالثة في ظل الفراغ الرئاسي من دون الاتفاق على آلية عمل موحدة للحكومة. في الجلسة الثالثة في ظل الفراغ الرئاسي لم تتمكن حكومة الرئيس تمام سلام من الوصول إلى آلية موحدة لعمل مجلس الوزراء، وأرجئ البحث في الموضوع إلى جلسة تحدد في وقت لاحق إفساحا في المجال لمزيد من المشاورات. وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر رفضوا اقتراحا من الرئيس تمام سلام وبعض الوزراء
بمناقشة القرارات المدرجة في جدول الأعمال التي لا تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية وهي قرارات عادية انطلاقا من ضرورة الاتفاق على الآلية أولا، وبعد نقاش مستفيض تحت سقف عدم تفجير الحكومة وتأجيل المشكلة، جرى عرض لموضوع الامتحانات والمفاوضات التي أجراها وزير التربية الياس بوصعب مع هيئة التنسيق. بوصعب في مداخلته وضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته وقال: أنا غير مستعد في المستقبل أن أضغط على هيئة التنسيق من أجل تصحيح الامتحانات ولنتحمل جميعا المسؤولية. بدوره عرض وزير المال علي حسن خليل بعض ملامح الموازنة العامة: إن كل ذلك يحتم تحسين وضع لبنان الداخلي، ومن أبرز عناصر ذلك ما تبلور في الحكومة الائتلافية التي تجاوزت الكثير من العقبات وأدت إلى إنجازات أمنية وإلى تفعيل إدارات الدولة. من هنا ضرورة أن نحافظ على هذه المكتسبات وعلى هذا الائتلاف داخل الحكومة، وضرورة تلبية حاجات الناس وتأمين المصلحة العامة. داعش أيضا حضرت على طاولة مجلس الوزراء واستحوذت التطورات في العراق على حيز كبير من النقاش وتأثيرها في الأوضاع الأمنية في لبنان، وكان شبه إجماع على ضرورة تحصين الأوضاع الأمنية من أجل الحفاظ على الاستقرار. جولة وزير الداخلية نهاد المشنوق في قطر فتحت الباب واسعاً أمام عودة الاستثمار في لبنان. تقرير يمنى فواز. شغف القطريين بالعودة إلى لبنان طغى على ختام جولة وزير الداخلية نهاد المشنوق في الدوحة، حيث التقى رجال الأعمال القطريين الذين أبدوا حماسة شديدة للعودة إلى لبنان والتعاون الاقتصادي. وفي المقابل طمأنهم المشنوق إلى الوضع الأمني، مؤكدا أن قطاعات عدة في لبنان حافظت على ثباتها وتقدمها، ووعدا إياهم بتقديم جميع التسهيلات اللازمة. وبالتأكيد في توافقات سياسية تظلل كل الأمن اللي بنعيشه. ما حدا بيدعي بطولات منا، ولكن احنا خلال 3 شهور قدرنا نعمل خطة أمنية صار 6 سنوات لم تتحقق. واضح ان لبنان بالعشر سنوات المقبلة مقبل على فورة اقتصادية كبيرة جدا جدا جدا، اكبر مما نحن نعتقد، وبعتقد اكثر مما لبنان بيتحمل. يعني 40 سنة الماضية الاستثمار العربي بقطر بلبنان ما خسر، رغم الحروب ورغم المشاكل ورغم القار مثلا بلبنان لم يتأثر بكل الأحداث التي جرت من عام 80 حتى اليوم، دائما تطوره طبيعي. بدأ بعضهم بالعودة إلى لبنان وجميعهم مشتاقون للاستضافة في منازلهم المقفلة منذ سنتين. القطريين لما بيشوفوا بعض بيعزوا بعض ويقولوا والله احنا تيتبنا هلا ما بنروح بيروت، بدنا نروح بيروت. واحد من المسؤولين يعني وزير سابق بيقول لي: ناصر شوف أنا رايح السنة، صار ما صار أنا نازل على بيروت، فأنت ضم بشراطك تعال. هل حنشوفكم؟ أكيد إحنا أول حاجة مع كل الظروف إحنا كنا موجودين في لبنان، وخاصة أنا باجي كل كم شهر في لبنان صراحة، وجاي في تاريخ 15 رمضان. أغلب هالقطر بيملكوا هناك مساكن فلل وشغل وبيحبوا لبنان وشعب لبنان، طبعا أغلبهم متملكين في الجبل. حتجي على لبنان؟ إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله، بس تهدى الأوضاع جايين. يعني أي متى حنشوفكم مثل ما عم ننوعد إنه بعد رمضان ترجعوا على لبنان؟ ادعونا على القريب العاجل إن شاء الله. إن شاء الله؟ إن شاء الله. القطري حابين يرجعوا على لبنان، وهن بدهم يرجعوا على لبنان، كل شيء عم بيطلبوا إنه نعطيهم الأمان. بعد ذلك أولم رئيس جمعية الصداقة اللبنانية القطرية الشيخ عبد الله بن حمد العطية على شرف المشنوق والوافد المرافق له في منزله. حيث أكد الشيخ العطية إيجابية الجولة التي أسست لفتح صفحات جديدة بين البلدين. وهو يعلم وأنا أعلم بأنه يعرف كيف يلعب هذه اللعبة التوازنية مع جميع التكتلات بكل ذكاء وبكل مقدرة وكفاءة. زيارته إلى قطر طبعا نحن نرحب فيها أجمل ترحيب، وأنا متأكد دائما أن هذه الزيارات والتي قام بها الوزير الآن وبدأ فيها في بعض دول الخليج سوف يكون لها تأثير إيجابي كبير جدا على فتح صفحات جديدة بين الحكومة اللبنانية وبين الحكومات الخليجية. وطبعا قضية السفر إلى لبنان وعودة الخليجيين إلى لبنان أتمنى أن تنحل هذه المشكلة، وأتمنى أن يؤخذ القرار بأسرع وقت ممكن
وخاصة أنا يعني شخصيا صار لي سنتين لم أنزل بيروت وكأنها 20 سنة. انتهت الجولة الأولى التي تناولت مختلف القضايا العالقة بين البلدين ومنها المونديال، بتمنيات ووعود وإجابات للمستقبل. كما في الذهاب كذلك في الإياب، طائرة خاصة وإن دلت فهي دليل إيجابي على علو 36,000 قدم. يمنى فواز، قناة الجديد. تنظيم داعش يقترب من بغداد، كركوك للمرة الأولى بيد الأكراد، والطيران العراقي يقصف مواقع المسلحين في الموصل. بعد إطباق مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على مدينة تكريت التي لا تبعد سوى 160 كيلومترا من العاصمة، يبدو أن المسلحين باتوا على أبواب بغداد. فبحسب موقع سايت الأمريكي الذي يراقب المواقع الإسلامية، فقد احتل مسلحو داعش ناحيتين تقعان على بعد أقل من 100 كيلومتر إلى الشمال من بغداد. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية عراقية قولها إن المسلحين سيطروا على ناحية الضلوعية التي تقع على بعد 90 كيلومترا إلى الشمال من بغداد وعلى ناحية المعتصم القريبة. وفي تسجيل صوتي نصب إلى المتحدث باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام أبو محمد العدناني، أمر الأخير المسلحين بالزحف إلى بغداد وكربلاء والنجف، وانتقد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي على عدم كفاءته. وازحفوا إلى بغداد الرشيد، بغداد الخلافة، فلنا فيها تصفية حساب. صبحوهم على أسوارها، لا تدعوهم يلتقطوا الأنفاس، وكونوا على يقين بنصر الله ما اتقيتموه. وتحدثت معلومات أن سلاح الطيران العراقي قصف مواقع لداعش في الموصل وفي وسط تكريت، حيث شن طيرانه أكثر من 4 غارات على مركز محافظة صلاح الدين مستهدفا مجمع القصور الرئاسية في مدينة تكريت، في حين أفادت وكالة رويترز أن مسلحين يستقلون 50 سيارة حاصروا مصفاة بيج النفطية. كركوك التي تبعد نحو 240 كيلومترا من بغداد، فرضت قوات البشمركة الكردية للمرة الأولى سيطرتها الكاملة عليها بهدف حمايتها من هجوم محتمل لمسلحي داعش، لا سيما أن مدينة كركوك غنية بالنفط وتضم قوميات مختلفة من أكراد وعرب وتركمان، وهي الجزء الرئيس من الأراضي الشاسعة التي يطالب بضمها إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي في مواجهة اعتراضات شديدة من حكومة بغداد. وأظهرت صور نشرها تنظيم داعش مقاتلين تابعين للتنظيم وهم يطيحون حدود سايكس بيكو ويزيلون الحدود الفاصلة بين محافظتي نينوى العراقية والحسكة السورية. وفي قراءة على خريطة تظهر أماكن انتشار داعش والمدن والحدود الواقعة تحت سيطرته، يظهر أن الموصل وبيجي والرمادي والفلوجة سقطت، وبالتالي فإن داعش باتت تسيطر على أكثر من نصف الحدود مع السعودية وكامل الحدود مع الأردن وأكثر من نصف الحدود مع سوريا، كذلك على كل الحدود مع أقليم كردستان العراق. وفي المواقف الدولية، أعلن البيت الأبيض أن واشنطن تتطلع إلى تعزيز القوات العراقية. لا أستبعد شيئا عند البحث في مساعدة العراق في التعامل مع المتشددين، ومن مصلحة واشنطن ضمان ألا يحصل الجهاديون على موطئ قدم هناك. قد تقوم تحركات عسكرية قصيرة المدى وفورية في العراق، والمسؤولون الأمريكيون يبحثون في كل الخيارات. فيما أكدت أنقرة من جهتها على لسان وزير عدلها أنها لا تسعى لأي تفويض جديد لشن عملية عسكرية داخل العراق، حيث يحتجز مسلحو داعش 80 مواطنا تركيا رهائن. طهران بدورها أكدت نيتها مكافحة إرهاب المسلحين وعنفهم في العراق، ولم يذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني تفاصيل عن التحركات التي قد تقوم بها إيران، لكنه وصف داعش بأنها جماعة إرهابية ومتطرفة. داعش تنقل غنائمها من العراق إلى سوريا، واستمرار القصف والمعارك في مناطق متفرقة من البلاد.
عرض تنظيم داعش صورا تظهر جرافات تابعة له تزيل الستار الترابي الذي أقيم أخيرا على الحدود بين العراق وسوريا للحد من تسلل المسلحين عبرها، وأخرى لعبور عدد من الشاحنات وعربات الهامر الأمريكية العسكرية التي قال إنه غنمها من الجيش العراقي باتجاه سوريا. وقال ناشطون سوريون إنهم شاهدوا عددا من عربات الهامر في منطقة الشداد التي يسيطر عليها داعش جنوبي محافظة الحسكة. إلى ذلك انفجرت سيارة مفخخة في حي وادي الدهب في حمص، ما أدى إلى سقوط العشرات بين قتيل وجريح. وذكرت المعارضة السورية أن التفجير استهدف تجمعا للقوات الحكومية ولعناصر مسلحة مؤيدة لها. وفي ريف حمص تعرضت مدينة الرسن لقصف مدفعي عنيف، وتعرض حي جوبر شرقي العاصمة السورية لغارتين جويتين، وشنت طائرات سورية غارات على بلدة المليحة في ريف دمشق. وفي حلب أعلن ناشطون تضرر عشرات المنازل في بلدة الصاخور بحلب إثر إلقاء الطيران السوري براميل متفجرة على البلدة. أما الآن فنبقى مع النشرة الفنية التي أعدتها الزميلة دارين شاهين. مساء الخير. ما هي الرسالة التي أراد أن يوصلها الفنان أسامة الرحباني من خلال كليب الربيع العربي؟ نتابع في هذا التقرير. عن أي ربيع بغني، عن أي ربيع بقول، هالوجع طالع مني صرخة من قلبي المشغول. عن أي ربيع بغني، عن أي ربيع بقول، هالناس اللي عم تسقط هني أبري يومين المسؤول. حلمنا بربيع أغنية الربيع العربي هي مجرد نقل للخطاب المعادي للثورات وتحديداً الثورة السورية، هكذا وصفها البعض. فهل هذه فعلاً الرسالة التي يريد إيصالها أسامة الرحباني؟ ما في إنسان ضد ثورة معينة، بالعكس كل إنسان. الثورة هي دائماً لتحسن، للتطوير. هي بتجي من وراء قمع، من وراء وضع معيشي سيء، من وراء إذا بديك التوق للحرية. ما في إنسان بالعالم منه مع الثورة كثورة للتطوير والتغيير، لكن الثورة هي لمرحلة معينة فيك تمرق فيها، وبعدين لازم برشي ترسي أسسها وتطورية وبتجي على أنقاض أشياء تانية. إنما لما بتتحول وبتتحول عن خطها الأساسي وبتروح لمطرح تاني، ومشكلة العالم العربي وضعفه ورخاوته إذا بدك، إنه نقطه الضعيفة هي إنه دغري الدين بيلعب دوره. وزي ما خفت انت على موقعك كفنان عربي انك تصير غير مرغوب ومرحب فيه ببعض البلدان يلي انت عم بالنهاية قررت انه اعلنت موقفك ضد الثورة تبعون؟ لحظة، انا مني ضد الثورة من ناحية الثورة، كل شعب حر بحاله يقرر حاله. لما تاخد الثورة انحراف غير شيء، ما بالضرورة في بعض الأشياء عم تزبط فيها لا، بس في خليني أقول تونس صارت، بس مش بشكل إنه صارت، بس ما كتير يمكن يمكن أحسن الوضع أكيد من قبل، بس لازم يصير أحلى بعد بكتير. بمصر عندهم وضع خاص، يعني رحنا مطرحين صار في، يعني صار في ثورة وثورة، مش عم نفهم أي إذا بعد ناطرنا شيء. الثورة السورية أو الوضع السوري كمان عنده مشاكله، هيدا هو اللي خلينا نكتب هيك نص، اللي هو إنه ضد العنف، ضد ما يسمى انحراف الثورات عن مسارة إذا بنطالب بحقه. هذا هو اللي عم نحكي، لأنه كلنا من سائرين. انتبه، أنا أول إنسان طالب لتغيير النظام، بدي ذاكرك سنة 97، ما رح أوقف أنه أرضى أنه أي إنسان ما يطالب بحقه. بالعكس، مع تغيير كل الأنظمة ضروري ليه لتتجدد ولتعمل أحلى، بس في 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 منطق بالنهاية. مين وصفت بالبربر المغول تحديدا؟ أي تصرف نحن بنشوفه بالعالم العربي خارج عن النطاق في العقل بيقدر يتحمله، هو بربر، هو مغول. مين ما كان، يمكن حدا يشيلك انك تعمليه، او حدا يقلك لك حق تعملي هيك، او حدا يقلك يقلك انه فيك تفوت تحتلي ارض غيرك او تقتلي الناس بهالشكل. هي الفكرة والرؤية اذا بديك تركيبة الفيلم كله لأسامة رحباني وهبة طوجي وسيرج أوريان، وتولى الاخراج سيرج أوريان، لكن الاشراف الاخير كان لنا انا وهبة. بالنسبة للفكرة وتنفيذها، خبرني أسامة أنه أنت أشرفت على المونتاج، مونتاج الأغنية. قد ايه بتحس صار عنده ثقة فيك أسامة اليوم؟
شوف هي دراسة أصلاً التمثيل والإخراج، وسبق وأخرجت كليبين لإلي اللي هن عالبالية وطننا وحلم. بهذا الكليب شاركت بالفكرة أسامة رحباني وأنا وسيرج أوريان كستوري بورد، ولأنه أنا دراسة الإخراج ما فيني أكون هيك يعني بعيدة عن هالأجواء يعني. من منزل العائلة في أنطلياس، دارين شاهين، قناة الجديد. رح نضلنا بنفس الأجواء ونشوف شو جديد هبة توجيه لصيف 2014. نشرت النجمة جينيفر لوبيز مجموعة من الصور الجديدة لها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر في لقطات صاخبة ومثيرة من أجل التسويق لألبومها الجديد أكا الذي سيصدر في حزيران. كما نشرت جينيفر سيلفي تجمعها بالنجم بيتبول قبل أدائهما لافتتاح كأس العالم لكرة القدم في البرازيل. عرضت النجمة آن هاثوي شقتها المطلة على جسر مانهاتن للبيع. آن دفعت 4.1 مليون دولار مقابل الشقة في كانون الثاني من العام الماضي، وعرضتها للبيع في أيلول مقابل 4.5 مليون دولار، بينما اليوم عرضتها مقابل 4.25 مليون دولار. وأفادت التقارير أن آن استخدمت غرف نوم الشقة الثلاث الضخمة كخزائن للملابس، حتى أن وسائل الإعلام الأمريكية ذكرت أن الشقة كانت عبارة عن مستودع لملابس آن، كما أنها لم تمكث في الشقة خوفا من أن تكون مكشوفة، وكانت تعيش مع زوجها آدم شولمن في وحدة سكنية أخرى من المبنى نفسه. ماذا عن جديد الفنانة هبة توجيه لصيف 2014؟ في عنا ب 16 آب مهرجانات البترون كونسير جديد كتير بأفكاره وبمضمون تبعه، منه كونسير تقليدي، فيه استعراض، فيه رقص، فيه مسرحية الأغنية إذا بدك، فيه مشهدية رائعة، أغاني من ألبومي الجديد يا حبيبي، من ألبومي اللي سبقه لبداية ولا نهاية، ومن مسرحية الغنائية اللي شاركت فيها، فرح كون عم مثل وارقص وغنى يعني بنفس الوقت. طب ليه ما اخترت تكون مسرحية؟ ليه قررتوا تكون كونسير؟ لأنه في هيدا الألبوم يا حبيبي هلأ صدر مؤخرا، من الجميل أنه هالأغاني الناس يسمعوها يعني لايف، وحلو دايما أنه أنا كمغنية كمان ناس تسمعني عم بغني لايف أغاني الأغنية الخاصة يعني، وكون أنا نفسي على المسرح مش عم مثل دور. هيدا كانت نشرتنا، باي. أما الآن فتفكير بعناوين النشرة. كان في النشرة بعد الشهادات الرسمية مصعب يحلحل أزمة الجامعة اللبنانية. المشاركة من قبل الأساتذة المتعاقدين بكل أعمال الامتحانات. لبنان ينعى المونديال على شاشته الرسمية. ما بدهم يعطوا حصرية للتلفزيون الاثنين مباريات كأس العالم. برازيل محمصة وفرنسا مشروحة لو سمحت. حبينا ندخل تراثنا بالمونديال حتى لو ما وصلنا للمونديال. الخلاف على العمامة يبرم النار في الدار مجددا. استمرار هذه الاندفاع نحو المعركة معه ما هي إلا تحقيقاً لأهداف تطال دار الفتوى تحديداً. حلم الأكراد بكركوك يتحقق وداعش تقارب بغداد. وكان في النشرة خريف الثورات بالصوت والصورة. عن أي ربيع بغني، عن أي ربيع الناس اللي عم تسقط هني قبر يومي المسؤول. كان هذا كل شيء حتى الساعة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.